بآخر موضوع في البايل لنختم موضوع البايلز هو البايل جروبز. عادة البايلز لا تنشأ بصورة منفردة ولكن تنشأ على شكل جروبز مثل ما موضح في الشكل هذا أمامكم. من الناحية النظرية أنه الكباسيتي للجروب تساوي مجموع البايلز مضروب في الكباسيتي لكل بايل. فنحسب الكباسيتي لكل بايل بالطرق اللي تعلمناها سابقا، نضربها في عدد البايلز، مثلا هنا عندنا 16 بايلز، يطلع عندنا الكباسيتي يعني مقدار اللود اللي يسلط المنشأ على البايلز. هذه بالحالة النظرية. يستثنى من ذلك بالكلي إذا كان عندنا driven piles in clay. driven piles بالكلي إذا كانت المسافات قريبة بين البايلز، هذا راح يؤدي إلى أنه أثناء عملية دق البايل داخل التربة يسبب لنا مقدار عالي من التشويش. فعندما تأتي بايل أخرى وتدق في هذه التربة، فالكباسيتي للبايل التي تأتي بعدها راح تكون أقل من الكباسيتي اللي احنا حسبناها، الكباسيتي النظرية. لذلك هذا ما يسمى بالإفشنسي of the pile group capacity. الإفشنسي of the pile group. الإفشنسي of pile group تعتمد على نوعية التربة مثل ما قلنا وطريقة الدق. فإذا كانت تربة طينية وركائز دق، المسافة مثلا هنا 3D، نلاحظ أنه كلما زادت المسافة كلما الإفشنسي كفاءة البايل جروب تزيد إلى أن تصير واحد. عندما تكون الإفشنسي واحد معناها عندما نستخدم هذه العلاقة معناها أنه عملية دق الركائز يعني ما راح يصير إلها تأثير، فراح نستخدم نفس العلاقة أنه مجموع البايلز في الكاباسيتي. هذا بالنسبة للكاباسيتي للبايلز بايل جروب. إذا أردنا أن نحسب السيتلمنت بالنسبة للبايل جروب نعاملها حال أي فاونديشن، ولكن الاختلاف هنا أنه عملية توزيع الحمل على التربة مثل ما تعرفون لإيجاد السيتلمنت تحتاج نعرف مقدار الحمل المنتقل من الفاونديشن إلى التربة. لغرض معرفة الحمل المنتقل من الفاونديشن إلى التربة نستخدم هذه الطريقة الموضحة أمامكم. دي هو البنتريشن أوف دي بايل، نصعد المقدار دي أوفر 3 هذه المسافة ونبدأ نوزع الحمل بهذا التوزيع اللي هو 2-2-1، 2 vertical 1 horizontal، نفس التوزيع اللي استخدمناه بالستلمنت إذا تذكرون في الفصل الأول، ونبدأ نحسب الستلمنت خلال هذه التربة.